تتأهل في يورو 2020 التي ستقام في الصيف الحالي بعد أن تأجلت من العام الماضي. ويعتبر رونالدو حاليا اللاعب الوحيد الذي سجل في 4 نسخ مختلفة من كأس الأمم الأوروبية، حيث سجل أهدافا في نسخ 2004 و2008 و2012 و2016، علما أنه حقق اللقب مع فريقه في النسخة الأخيرة. ثامنا هو الهداف التاريخي لبطولة كأس الأمم الأوروبية. يتقاسم كريستيانو رونالدو الرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة من لاعب واحد في كأس الأمم الأوروبية برصيد 9 أهداف، وفي حال تمكنه من التسجيل في نسخة الصيف المقبل سينفرد بالرقم، علما بأنه بالفعل الهدف التاريخي للتصفيات المؤهلة بالبطولة. تسعا هو الأكثر تسجيلا على المستوى الدولي. يعتبر كريستيانو رونالدو أول لاعب أوروبي وثاني لاعب على الإطلاق يسجل 100 هدف على المستوى الدولي بعد الإيراني دائي الذي أحرز 109 أهداف. وسعى رونالدو لتسجيل 9 أهداف في عام 2021 مع المنتخب البرتغالي من أجل معادلة رقم دائي أو 10 أهداف من أجل كسره، خصوصا أن نجم يوفنتوس سيخوض بطولة كأس الأمم الأوروبية في الصيف وبعض المباريات الدولية الودية قبلها. عاشرا هو ثاني لاعب يفوز بالكرة الذهبية 6 مرات. يمتلك كريستيانو رونالدو 5 ألقاب لجائزة الكرة الذهبية البالون دور التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، ويعتبر ثاني أكثر لاعب يفوز بهذه الجائزة بعد ليونيل ميسي الذي ظفر بها 6 مرات. واحلم رونالدو ايضا بالفوز بالجائزه للمره السادسه للتساوي مع ميسي في عدد المرات التتويج بها، خصوصا مع اداؤه القوي في النصف الاول من الموسم حيث يتصدر هداف الدوري الايطالي. وسيكون ايضا على دون قياده يوفنتوس الحفاظ على لقب الدوري الايطالي واستعاده لقب دوري ابطال اوروبا او حتى التتويج مع منتخب البرتغال بيورو 2020 ليكون مرشحا بقوه للفوز بهذه الجائزه. أعزائي المشاهدين، انتهينا من هذا الملخص ومن أخبار عن النجم العالمي كريستيانو رونالدو، وأتمنى دايما إن أنتم تتابعونا وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم من كل جديد عن أخبار الكورة العالمية والعربية والمحلية، وشكرا لكم على المشاهدة.